ليش الغبينا كاين منهم ألوفات شحال سهل الدمعة الضميمة بلقات ولدها وين يبان حباب ربي في كل مدينة ناس الخير والحسنات ماشية تعلم وتقري دير الخير غدوة تلقى الزمان سعيد يجري ويوري حرسي غرك يديك هوا حباب ربي في كل مدينة ناس الخير والحسنة قراي بعيد شحال باش تمشي 3 كيلو ايوا كيتصب علينا النوم كاين اللي يجو جبيات ميكرو لهم الوطي دوم حنا نقعدوا في الطريق كلشي هون الا البرد القارس في هذه الظروف في الطوب في الحجره في القصب عائلة من ستة أفراد عايشين كامل هالظروف البرد اليوم عندكم شوفاج في دارنا ما عندكم لا ما عندكمش احنا جبنا لكم شوفاج بس لا تشوفوا كيما بيسترو سي سلام البرد عليك هذه تاع الزميل تاعنا المخرج انا اليوم نلبسها لك هو خليه يبرد المخرج معليش خليه يحمل البرد هكذا انتي البرد عليك دونك انا شوفوا واش حبيت نقول لكم احنا يد وحده ما تصفقش وحنا وحدنا مستحيل مستحيل نقدروا كامل نعاونوا لذلك انا نتمنى ان شاء الله شوفوا ديجا مازال ما دخلناش للدار دونك نتمنى وديجا هكذاك بطريقه مفاجئه جات لعندنا هذه الشطوره هنايا العائله هذه عندهم 4 دراري ابسط شيء ما عندهمش هو الحوايج دونك انايا اصحاب الخير هنا في تيارت في ديسم سيلت على بالي نتوما راكم بقوه وعلى بالي انه ما راكمش حين تخلونا وانما حين تعاونونا وديروا يدكم في يدنا ونجيو نفرحوا هذه العائله سبحان الله تيارت معروفه بناسها وبالمحسنين تاعها وحنا ثيقوا فيكم نبداو ان شاء الله نكسيوهم اول شيء وبعدها ان شاء الله ندخلوا للدار ونشوفوا ان شاء الله كيفاش حين تعاونوا هكذا واش تقولي لهم واش تقولوا قبل ما ندخلوا للدار واش كيحبها عمري واش يحب الشاب تاعي واش يحبها حابه يجيبوا لي ميكرو ولا طابليت ايه حابه ميكرو ولا طابليت ان شاء الله تقراي واه اما سنة بروميير تقراي مليح صافا واه الفصل الاول خدمتي واه لازم تفرحي ماما وتفرحينا كامل صح ان شاء الله حبيبتي وانت يا واسمك واسمك ما قلتيش كاع واسمك انت واسمك هيا دور منا تشوف الكاميرا انت يا عبك بلي باطل نتاعي وانت واش راك حاب حاب تجيب لك طاطا ولا عمو تشوف هذاك عمو هنايا على بالي هذاك تيارتي راح يشري لك واش راك حاب على بالي انت هو ايه المحسن تاع تيارت واش حاب وليدي فيلو وشنو فيلو فيلو ان شاء الله نجيبوا لك الفيلو على بالي الحراير والاحرار تاع الجزائر ان شاء الله كامل وين ما كانوا سواء في الداخل ولا في الخارج على بالي بلي تقدرونها ان شاء الله وراحين تعاونونا قلت لكم باليد وحده ما تصفقش اليوم يدوني مقدمه دخلنا في الحصه هذا كاع المخرج اللي دارها بينا هكذا صح يلا حنا ندخلوا للدار تعاونيني نشدوا شويه يلا هو يلا تبعونا يلا خالد رانا عايشين عيشه شويه مغبونين في
كل حاجه مغبوني بالصحه مغبوني بالسكن. هذا السكن راه غادي واحد عطيه لنا دير فينا بليزير زعما رانا ساكنين فيها. يلا ما نطولوش عليكم، جينا لهاد العائله. دونك قلنا تكونوا من 6 افراد عايشين، شوفوا وحدهم في الخلا هنايا. راح ندخلوا للدار بسم الله ونبداو على بركه الله. اسمع ديجا عييت انت، وشكون يرفد معايا القفه؟ يلا يلا يعاوني يا حبيبي، هيا هيا نكملوا نرفدوا القفه بسم الله. لا لا ما تفداش. السلام عليكم، واش راك حباب ربي؟ الله يسلمك. انا صدراري برا جندتهم خدمتهم معايا، واش راكم؟ كم بخير بسم الله. اول حاجه نقول لك هاد الهديه مهداه من طرف دار البهجه. دونك اليوم جبنا لكم فرنو تاع سخانه ان شاء الله باش تسخنوا به نتوما والولاد ان شاء الله بالبركه عليكم. و بيان سيغ عندكم هاد القفه من عند رامي من عند اكل وميو بيبي، وعندنا الحفاضات كذلك تاع ميو يونيفورم ان شاء الله تاع فاديركم. دونك حنا حين نعاونكم شي نقدروا عليه، ونخلوا الباقي ان شاء الله على ربي وعلى الناس الخير ان شاء الله. انا على بالي في تيار تيسمسيل كاين بزاف ان شاء الله ناس الخير، كاين بزاف المحسنين، حتى نتوما اللي في الخارج تقدروا تعاونونا وتواصلوا معنا طبعا، وان شاء الله نعاونوا الاب تاعنا هنا ان شاء الله. ان شاء الله وشكون قبل ما ندخلوا الدار. مرحبا بكم، شنو نقول لكم؟ مرحبا بكم ان شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله. يلا انا نخدم مع الشاطره اليوم، هي قلت لي الدار. ها نروحوا للدار، ندخلوا للدار نبداو على بركه الله. يلا بسم الله. شوفوا كنا جايين في الطريق، اليوم في تيارت راهو البرد والشتاء والمطر، وحنا نمشيو الاخ اللي جابنا لهاد العائله هنا للسوق الولايه تيارت، قالنا شوفوا هذه بنت الحاجه راكم رايحين ليها. حنا شفناها مسكينه من دون معطف من دون لباس، وكان البرد وقدامها ماشي بعيد عليها كان الله يبارك زوج بنات لابسين معاطف احذيه ومدفيين. قلنا حنا ما بيناتنا قلنا شوفوا مفارقه الحياه، في طريق وحده كاينه هاديه وكاينين اخرين، علاش ما نرجعوهمش كامل كيف كيف ونكسيوهم خاصه في البرد؟ شوفوا كلشي هون الا البرد القارس في هاد الظروف، في الطوب في الحجره في القصب، عائله من 6 افراد عايشين كامل هاد الظروف. انا حنبدا نقعد هنا وراي ماماك تعيطي لها تجي ماماك. انا خلاص انا قعدت هنا الى حين تلتحق الوالده تاعها. انا حبيت نقول لكم شوفوا حنا نديروا اللي علينا، ماشي سهل باش نقطعوا كامل هاد المسافات نخليو عائلاتنا ونجيو لهاد المناطق النائيه وهاد المناطق البعيده. كي نقولوا تيارت نقولوا سوقر، ماشي سوقر في المدينه وانما بعيد عليها، باش نواجهوا البرد والحر، باش نواجهوا كل شيء يصرانا عواقب في الطريق، غير باش نلحقوا لهاد العائلات ونعاونوهم. حنا نعاونوهم بالشيء اللي نقدروا عليه، نعاونوهم بلي بارتنير تاعنا مع الشركاء تاعنا، ولكن باش نبنيو لهم باش نشريو لهم قطعه ارض لازم نتوما تعاونونا، نتوما اصحاب الخير، نتوما المحسنين وين ما كنتوا. يعني الجنه راهي امامكم اللي يحب يدير الخير. على بالي انه الجزائريين شوفوا احنا ما كانش كيما احنا، احنا شعب فريد من نوعه، احنا اللي نقدروا نوقفوا مع بعضنا البعض مليون مليون مليون، نقدروا نتعاونوا كامل ونغيروا لهم كامل هذه الظروف اللي راهم عايشينهم. وراي جات معنا الام، راهي لحقت ديجا انا دخلت للدار ما حبيتش كاع نفهم. تسلم خير ان شاء الله، ربي يفرج عليكم ان شاء الله. ما نطولش عليك، كيفاش نقدروا نعاونوك؟ احكي لي هذه الظروف اللي عايشتها. 4 دراري سكنه برك، غير السكنه برك، والراجل راك تشوف فيه راه عاطل مريض ومشطوب وما طاولوش حقه. هذه شنو نقول لك؟ كيفاش راكي قايمه بالدراري؟ الله يبارك 4 هذا الحمد لله. الحمد لله من عند ربي سبحانه. يعني ربما كي نشوفوا التنهيده هذه تاع الام بلا ما تحكي لنا وبلا ما تقول لنا، راكم تشوفوا معنا كامل هذه المشاهد اللي هم يمروا. هذه الكبيره الحال؟ لا الكبيره عندي تقرا رابعة متوسط، راهي تقرا رابعة متوسط. الله يبارك. نشوفوا انه البنت دائما هي الحنينه، ها تعاونك حنينه هذه الطفله. انا نقول لكم ما يحس بالجمره غير اللي كواتو، وباش
أعماكم باش تعيشوا هذه الظروف والله العلي العظيم ماشي سهل. احنا على قد ما نقدروا. شوفوا انا في كل مره نقول لكم لو كان نجي نقدر نمد لكم كثر نبعث لكم من خلال قناه الهداف من خلال هذه الشاشه الصغيره المعاناه الحقيقيه نقدر. احنا نصوروكم ما تيسر لانه كاين ظروف وعوامل اخرى محيطه بهذه العائلات، كاين ولا غير ربي معاهم. الحاج قول لي كيفاش مع الحياه، كيفاش مع الوقت، كيفاش مع الصحه، مع المعيشه؟ الله غالب رانا عايشين عيشه شويه مغبونين في كل حاجه، مغبونين في الصحه، مغبونين في السكن. هذا السكن راه غير واحد اعطيه لنا دير فينا بليزير، زعما رانا ساكنين فيها من ناحيه المرض، البنات مرضى، المراه مريضه عندها ازماتيك، هذه الشيرات عندي زوج ازماتيك، واحد عندها السكر. سما رانا مغبونين، عيشاتي اغبينا. وانت ما تخدمش بابا؟ انا عندي ارني في ظهري، ما نطيقش نخدم. شفتوا واش قال الاب نتاعنا؟ قال لك كاين غير محسن راهو معاونه، ومحسن دار فيه الخير وطالوا هذا الدار، هذا الدار ماشي نتاعو. شفتوا هذا المحسن، نقولوا ربي يجازيك كل خير، انتم كذلك تقدروا تديوا الاجر، تقدروا تفرحوا هذا الاب، تقدروا تمسحوا دمعته، تقدروا تفرحوا ولاده لو كان تعاونوا، نديروا كامل يدنا في يد بعضنا ونتعاونوا بالشي اللي نقدروا عليه، كسوة دراهم، قطعة أرض، بنيان، دار. هنا في تيارة الدار ماشي غالية على بالي، في كل الولايات نقدروا نتعاونوا. دونك تواصلوا معنا باش إن شاء الله نعاونوا الوالد تاعنا هذا، ولازم هي تقول لي حاجة. أرواحي قولي لي، أرواحي أرواحي احكي لي كيفاش راكي ديري، تقراي بعيد؟ شحال باش تمشي؟ 3 كيلو ربع. تمشي 3 كيلو باش تلحقي اللي يكون؟ قريب 4 كيلو. احكي لي كي تخرجي الصباح كيفاه؟ خرجوا نسيب القرصه، كنطلص بالقرصه. القرصه؟ واه. ايه ايو كي تصب علينا النوم كاين اللي يجوا جبياتهم يكرو لهم الوطا يدهم، حنا نقعدوا في الطريق. كي تقعدوا في الطريق ومن بعد شكون يديكم للدار؟ نجو حدنا. تمشي؟ اه. في هذاك البرد؟ واه. وشفت ما عندكش حذاء، ما عندكش فيستا، واش راكي متمنيه؟ متمنيه يجيبوا لي طابلت ولا ميكرو. اي حابه غير طابلت ولا الميكرو؟ واش ديري بيهم طابلت والميكرو؟ نقرا بيهم. اما سنة كي تقرا؟ بروميير. بروميير غاني. ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله. حلمك كي تكبري وشنو هو؟ وزيرة. الله يبارك يا رب ان شاء الله. واش من الوزيرة واش من القطار؟ وزيرة الحكومة. حبت الوزير الاول، هي حبت تكون وزيره الاولى ان شاء الله. على بالكم باللي هادو هما اللي ينجحوا، لانه هادو ما خلاص من صغرهم سفراو، من صغرهم تحداو ويتعبوا ويشقاو ويتمرمدوا ويعيشوا الحرمان، بصح يحاربوا برك باش ينجحوا ويلحقوا الاحلامهم ان شاء الله يا رب. نتمنى لك تكوني وزيره ان شاء الله. امين. ايه وراكي مستعده كي تقراي مليح. وقولي لي الشابة تاعي، واش تقولي لماماك وباباك لوالدك والوالدة تاعك؟ ربي يحفظهم، وكي كيما كبروني الله ان شاء الله يكونوا من اهل الجنة ان شاء الله يا رب ان شاء الله. انت ثاني معايا. عمري انت يا الشابة بنتي الشاطرة، قولي لي واش نقولوا كامل لما يشوفوا فينا هذيك طاطا لي في الكاميرا لهيك، هذاك عمو، هذيك طاطا واحدة أخرى، باش يعاونونا كامل، واش نقولوا لهم حبيبتي؟ عاونونا كي نكبر نتهلا فيكم. الحاج كي تشوف ربما تعبك وشقاك والحرمان اللي عشته والميزيرية والمرض وتحديت كامل هاد الصعاب، الحمد لله تشوف ولادك ناجحين. راك تقول فيها تقرا القران وانت فخور. كي تشوف الثمار هذه واش تقول؟ نحمد ربي على النعمه اللي عطاها لي الاولى، وشغل ما نقدرش نعبر لك واش راح نقول لك. نطلب ان شاء الله الدولة تعاونني وصلي ان شاء الله، يعطوني سكن بناتي وهم باه يكملوا القرايه تاعهم، باه يكونوا قريب للجامع، يقروا الجامع، باه يكونوا
هكذا هذا واش نطلب، ما نطلب ساكن وصايد. والمحسنين ان شاء الله اللي يقدر يساعدنا بحاجه، حنا هذا اللي السيد اللي جابكم سما هذا اللي راه داير فينا الخير. تقريبا كل شهر راه يجيب لنا المصروف هكذا، يتهلا فينا مسكين وبغى هو راه يتهلا فينا. انا ما نخدمش الله غالب مريض وكاع، حتى يلقى الشتاء اللي يكون يشريه هو، الكراطب يشريهم هو، كلش راه يجيبها لي السيد هذا مسكين. شوفوا باش ديروا الخير وباش تفرحوا الناس وباش تديروا دعاوى الخير، يا حسرة عنده واحد البنة، وهاد البنة واللذة هذه ما يقدرش يحس بها إلا اللي عاشها، إلا اللي دارها. شوفوا تدخلوا تفرحوا ناس كيما هادو بالشي اللي تقدروا عليه، عندكم أجر عظيم عند ربي سبحانه. دعاوى الخير اللي حصنوكم، صدقوني صدقوني بالله العلي العظيم، والله غير دعاوي الخير تحاد الناس طيبين، هاد الناس النوايا لما يعرفوا يحسدوا، لما يعرفوا ينافقوا، لما يعرفوا يديروا الحسابات، هادوما بدعاويهم تكونوا محصنين. وربي سبحانه شوفوا يفتح لكم الأبواب من حيث لا تحتسبون. اللي يدير الخير ربي كيفاش يسهل له طريقه، ربي كيفاش يسر له أموره بطريقة مذهلة تخليكم تقولوا الحمد لله، الحمد لله على كلش. لأنه باش ربي يسخرك أنت لخدمة العباد، لخدمة أبائنا وأمهاتنا وخاوتنا وأبنائنا، يعني راك محظوظ وأنه ربي يحبك. لذلك أنا كي نقول لكم ديروا الخير وعاونوا، ما نقش نقول لكم باسكو حنا عشناها ونعيشوها كل يوم، ابتسامة فقط راهي صدقة، فما بالكم تفتحوا بيبان. راكم تشوفوا هنا الثلاجة تاعهم، يعني وضن ما فيها المأكولات وفيها الخضرة وفيها الياوخت للدراري باش يقراو وتكون عندهم الكالسيوم والحليب. ثلاجة تحمل الأدوية، شوفوا معنا كل أنواع الأدوية فيها، يعني تاع الكبار تاع الصغار تاع كل الأمراض. فريجيدار هذا أنا ما سميش فريجيدار، هذا نص فريجيدار، وشوفوا الحالة تاعو فقط راهي تعبر. أنا أقول الله المستعان، يلا نتعاونوا كامل ونعاونوا إن شاء الله هذا الفريجيدار ويتعمر، وأجركم على الله طبعا. شوفوا هنا الزواولة فيهم واحد الكرم وواحد الترحيب، والزوالي شوفي طيبوا لك الكسرة سخونة ويحميوها. علاش تروح تحميها هكذا في النار زيغي؟ باش تزينة هذه كسرة، هذه صيبوها في ألجي هكذا. اي والله ما تصح لكم، دونك انا ناكل. يعطيك ما تمني، صح انايا يرحبوا بينا ويفرحوا بينا ويكبروا بينا، بصح ربي عالم بحالهم. هذا هو الفورنو تاع الاخت نتاعنا هكذا، وعندها بقيرج الله الله، وترحب بالضيف ووجدت لنا سنيوه. بصح علاش تكلفي روحك ودي؟ اوكي ويلي الملح، لازم تقول صندوق الملح. ربي ينورك ان شاء الله يا اختي، هذا الرب ان شاء الله تاع التمر. انا هذا الفورنو كيفاش راهو الشاد وكيفاش راهو يمشي، لا غالي مخلوعه فيه أمر عجيب غريب. شوفي احنا جبنا لك فرنو تاع السخانة تاع دار البهجة، وعدنا ثلاث عائلات ان شاء الله حنزورهم في تيسمسيت وتيارت بصح نقول لك حاجة، احنا ربي دايما يسخر لنا ناس باش نعاونوكم، ودايما سبحان الله ربي يبعث لنا صحاب الخير يوقفوا معانا. لذلك نقول لك بلي عندنا فرنو تاع ثلاثة، والله العلي العظيم احنا مدهولك، وعلى بالي دار البهجة حيبعث لنا
دوطخ برودوي باش نزيدو فرح العائلات اللي بقاو لنا. دونك نقول برك زميلي المخرج، نقول له يروح يجيب لنا محمود، يروح يجيب لنا من السياره الفورنو، وروحي بربح عليك ان شاء الله وبصحتك، وتستاهليه وتستاهلي كل خير، ودار البهجه على بالي، ربي يعوضها ان شاء الله، وربي يجازيهم كل خير بالبركه عليك. يلا نروحوا نجيبوا الفورنو ونجوا نفرحوك ان شاء الله. والله كلفتوا روحكم بزاف، بارك الله فيكم. بسم الله. تشرب قهوه الحاج؟ سربي لك شي قهوه، ذوقوا كاع الملح. بسم الله. او تا ايوب، هذا ايوب المصور نتاعنا نتاع برنامج حباب ربي. دونك لازم نشكر كامل ليكيب تكنيك اللي واقفين. والحاجه انا قلت لها جبنا لكم فرنو تاع السخانه تاع البرد، بصح انا كي رحت الكوزينه وشفت هذيك الفرنو قلت والله العظيم غير نزيد لكم فرنو تاع الطياب. او يقولي المخرج ان شاء الله فيه ثلاثه فرنوات هكذا، ثلاثة ان شاء الله. نشكر طبعا دار البهجة، نشكر تفضل بيان سور ايوب افتح لنا مدام. يلا بصحتكم. دونك هذا هو الفرنو، صحتك شباب مدام. يعني كل هايله ان شاء الله نولوا ندخلوها دوكا ندولها واش نقدروا. دونك عندنا طابونات، كاين فرنوات، كاين كلش، كاين بزاف اجهزه وهدايا حين نقدموها. كمل خيرك ايوب. دونك العائله تاع اليوم ربي يرزقها، ربي انا نقول ربي يرزقها، عندها فرنو تاع شوفاج، وعندها هذا تاع الكويز الطيب، فرنو تاع ثلاثه. دونك فوالا بالبركه هكذا قلبو يعطيك الصحه ايوب. هاوليك مدام بصحتك وبالبركه عليك ان شاء الله بالبركه. جيب لي ايوب زيد جبنا تاع داك الفرنو اللي سخن. دونك بالبركه عليكم الحاج، بالبركه عليكم، يعطيك الصحه. دونك نشكروا دار بهجان. نفتحوه واش رايكم نفتحوه؟ يلا ايوب بسم الله. انا نحب نكون قاعده ويجيني هديه. دونك فوالا بالبركه عليكم، بلا ما نحوه لهم العلبه نقول لهم دار بهجه شكرا لكم على المدفاه هذه وعلى الفرنو هذا. نشكر طبعا اجل، نشكر طبعا رامي، نشكر ميو بيبي، ونشكر طبعا فاديخكو اللي في كل مره يرافقونا. احنا هدفنا فقط ان نفرحوا هاد الناس وهاد العوائل بالشيء اللي نقدروا عليه، وربي عالم واش رانا نخدموا فقط باش نفرحوهم. اما باقي نقول لكم انه المحسنين انتوما فقط اللي ديروا يدكم في يدنا. قلت لكم انه يد واحده ما تصفقش. شوف وحنا رانا نتعبوا والحمد لله ربي مسهلنا امورنا، رانا ندو في الاجر ونضاعفوا كذلك الاجر والحمد لله يا ربي. وهذه الخدمه عندها نكهه وعندها وحد البنه يا خوتي بزاف رائعه، والله العلي العظيم نقول لكم ان الجنه راهي امامكم. شوفوا هما زواوله بصح والله ما نخرج من دارهم الا ويكرمونا بالقهوه بكل ما تيسر كاع واش عندهم. شفتوا الفريجيدير تاعهم يا خوتي فارغ فيه غير الدواء. الاب تاعنا مريض، شوفوا العمر نتاعو وابنائه اللي بحاجه ماسة باش نعاونوهم. حنا ثقتنا فيكم كبيره كبيره بزاف بزاف بزاف، وعلى بالي انه حين تتواصلوا معنا وتعاونونا تيارت معمره بناس الخير، دراهم تاع الزكاه مليون زائد مليون زائد مليون، رانا نقدروا ان شاء الله نفرجوا على هذا الانسان على هذا الاب. قلنا انه هذا الدار ماشي دارو، وإن إنما محسن ربي يجازيه كل خير راهو مسلفها لهم. يلا الخير أمامكم والجنة أمامكم وربي يجازيكم كل خير. طبعا نختموا مع الأب تاعنا نقول له بارك الله فيكم اللي فتحتوا لنا داركم وقلبكم. الميكرو فقط راهو في المطبخ، أعطيني الميكرو فقط أكرم رجاء الميكرو. نقول لك ربي يفتح عليك ان شاء الله، ربي يشفيك ربي يفرحك ان شاء الله يا ربي. وكلمه اخيره واش تقول؟ تفضل الميكرو. واش نقول لكم انتم؟ ثاني ربي يفرحكم ان شاء الله كما فرحتونا، والله يعطيكم التمن ان شاء الله. سوانا باقي نطلب طلبه من السلطات، شويه السلطات كما نقولوا حنا تخزر لينا بعين الاعتبار ان شاء الله يا ربي. وما يعطونا السكنه، رانا عندنا الدوسي دايرين من 2012 مازال ما عطاونيش. المرض شويه عندنا، البنات والمراه مريضه ثاني، راني داير الدوسي مازال ما عطاوليش البلديه، مازال ما عطاتليش لاكارت هذيك تاع
تاع الشفاء. واه مازال ما خرجوها ليش، ونطلب ان شاء الله من المحسنين، من المحسنين حبيب ربي يعاونونا ان شاء الله. هذا واش نقدر نقول. وانا بنتي الشابه هذه تجي عندي باش هي اليوم تختم. اعطيني الميكرو، جيبي مع البابا الميكرو، انت معالي الوزيره خلاص لازم نهضر معاك. الله الله على عزاز معالي الوزيره، قول لنا كلمه اخيره. الله يحفظكم، الله يجازيكم، الله يسهل لكم طريقكم ويجعلكم من اهل الجنه. امين يا رب اجمعين ان شاء الله يا رب. اذا قلت لكم الجنه امامكم، ما تبخلوش على هذه العائله وعوائل اخرى، وربي ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتكم. موعدنا دائما يتجدد على قناه الهدف كل يوم سبت مع برنامجكم الاجتماعي الاول من نوعه في الجزائر. طبعا هو برنامج حباب ربي اللي في كل مره يدخل هذه العائلات احنا ندخلوا لهم ونخرجوا محملين بدعاوي الخير من عندهم. نقول لهم ربي يخليكم لينا وربي يحفظكم وربي يفرج عليكم ويفتح عليكم ان شاء الله. وحنا محظوظين جدا وربي يحبنا لانه سخرنا لخدمتكم ان شاء الله. انتم بقوا دوما اوفياء مشاهدينا لينا ولبرنامجكم. نتلاقي بكم ان شاء الله الاسبوع المقبل. دمتم في امان الله وحفظه. حلمك تكبري وشنو هو؟ وزيرة. الله يبارك يا رب ان شاء الله. وش من الوزيرة وش من القطاع؟ وزيرة الحكومة. عيونونا كي نكبر نتهلا فيكم. مسكينة. كل مدينة ناس الخير والحسنات.